اهلا وسهلا، انا الدكتور وائل شعلان، استشاري جراحه وسمنه ومناظير. سؤال دايما بتساله، مده العمليه قد ايه يا دكتور؟ بص يعني لا يستطيع احد ان يحدد قد ايه فتره العمليه، لكن احنا بنعرف بناء على اللي فات، العمليات اللي عملناها خلال السنوات اللي فاتت، نستطيع نقول نحط كده تقريبا العمليه بتاخد من ساعه الا ربع لساعه وعشر دقائق او ساعه وربع. طبعا العمليه دي انا بتكلم عنها مش بتكلم بس على الوقت اللي انا واقف فيه في اوضه العمليات بشتغل، لا احنا بنتكلم من اول ما استشاري التخدير بيبدا يدي التخدير والعين، وبعدين حضرتك تنام، وبعدين نبدا ندخل الادوات، وبعدين نخلص العمليه، وبعدين حضرتك تبدا تفوق. ده على بعضه بياخد له حوالي ساعه، متوسطه ساعه او ساعه وربع، ممكن يبقى ساعه ونص. لكن قريب حضرتك اللي في الاوضه فوق لازم يعمل حسابه ان انت هتغيب عن الاوضه ساعتين او ساعتين ونص، لان انت مش اول ما بتنزل من الاوضه احنا واقفين خلاص متعقمين ومسكين الحاجات وعلى طول، لا بياخد وقت للتحضير، وعلى ما تدخل الاوضه وبعدين بعد الافاقه بتخرج شويه تقعد في الافاقه، دكتور التخدير بيبقى جنبك يطمن عليك انت بقيت كويس، نفسك بقى كويس. فارجوكم اللي منتظر قريبه بيعمل عمليه ما تستعجلش، خليك هادي ودايما ادي فرصه ساعتين الى ساعتين ونص على المريض، على مريضك ان شاء الله ما يرجع لك بالسلامه. حقك ان انت تعرف عشان ما تقلقش. وخليكم معايا في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.